غريب مستغرب أنا شلون دخلت لهون. عفوا استاذ، يعني اذا حصل مننا قصور نحن تشرفنا لعند سيادتك استاذ محمد يوم الجمعه وعدنا انه نتشرف يوم الخميس مشان البرنامج. فهمت. انا مالي عرفان انه هيك النظام، ما بيجوز غني قبل ما اخذ اذن. ما بدنا قبل الكل نعرف الناس عليك. نعم. معك مقابله. نعم تفضل عرفنا على حالك. الداعي الاستاذ غوار الطوشي. الاستاذ نعم. هذا بيقول عن حاله استاذ. عفوا استاذ. طيب الوالد شو اسمه الوالد؟ مشعل الطوشي. مشعل الطوشي. نعم استاذ. الهوايه شو الهوايه بقى؟ والله هوايات كثير الحقيقه عندي انا، لكن اهمها الحقيقه الغناء والحفر على الخشب. الغناء والحفر على الخشب. حفر على الخشب. نعم. عدة هلا هوايات. مثلا هل بقى هذا عيب؟ عفوا عيب. هذا حفر عيب. عيب. العيلة كلها بتحفر. طيب فهمت بس عيب. نعم عفوا استاذ. طيب اللي هوايتك الغناء. الغناء والحفر على الخشب. طيب مين بتقلد من المطربين؟ الواقع استاذ محمد الكتار المطربين اللي بيقلدوني. بيقلدوك لا؟ في عنا مثلا الاستاذ عبد الحليم حافظ. بيقلدك لا؟ نعم. الاستاذ محمد طه. الاستاذ رفيق شكري. نعم. طيب المطرب المفضل تبع مين؟ مطرب المفضل الحقيقة الداعي. نعم. نعم. أنت مطرب مفضل لحالك؟ يعني؟ نعم أنا مطرب. يعني أنت معجب بحالك؟ نعم أستاذ، ما حدا أحسن من حدا الحقيقة. طيب هوايتك. نعم. كل إنسان طبعا بيمارس هوايته بمكان أو نعم. خلال ظروف معينة. نعم. أنت وين مارست هوايتك؟ بالحمام. بالحمام؟ نعم. أنا مرة أستاذ كنت بالحمام بالجواني عند المعلم أبو صياح. أيوة. وإذا به في عندي زبون كنت عم ليفه عم حممه، قمت يعني غنيت موال. أيوة. فأعجبت بهالموال أنا كتير. لحالك؟ نعم. ما كان في حدا معك جوا؟ لا الحقيقة. أيوة. فلهالسبب من وقتها اكتشفت نفسي بنفسي هواية الغناء، والحقيقة مو غريبة أستاذ محمد، يعني أي إنسان إذا بيجربها بيلاحظ على أنه صوته جميل بالحمام الحقيقة، ويعني نص المطربين اكتشفوا نفسهم بالحمام. بالحمام اكتشفوا؟ مطرب اكتشف حاله بالحمام؟ نعم. طيب. طيب سؤال أخير إذا بتريد. نعم. طبعاً أنت بالحمام كنت تغني لحالك. نعم. فممكن توصف لي شعورك هلا جيت على التلفزيون وراح تغني على شاشه التلفزيون؟ نعم. امام عدد كبير من المشاهدين. نعم. الجمهور. الحقيقه استاذ محمد الشعور يعني اللي بصير مع الانسان بهيك لحظه هو عباره عن شعور الاصطهاج بانه طيب الانسان. طيب الحقيقه طيب شعوره طيب دائما طيب بيبقى نفس الشعور طيب يلي عم يشعر. طيب نعم. خلاص عرفت شعوره. نعم. لمين رح تقلد اليوم بقى من المطربين؟ رح اغني للست شادية. تقلد شادية؟ نعم. تقلد مطربة؟ نعم، انا صوتي بياخذ وبيعطي استاذ. بياخذ وبيعطي. نعم. طيب. عفوا استاذ. هذه المقابلة. نعم عفوا استاذ. طيب تقلد تقلد شادية؟ نعم. طيب تفضل بس. استاذ بس في لي كلمة أخيرة الحقيقة، أنا بحب باسم الهواة اتشكر برنامج نادي الهواة يلي أتاح لنا فرصة للظهور أمام الجمهور. طيب. تفضل. شكرا. بس عفوا بس معلم اهلك مشان نعم مشان الاستوديو. نعم استاذ. لا ترطي. طيب تفضل. صلاة النبي عاشق جمال النبي علي لي يا عيني يا ليلي يا عيني يا 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 ليل واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي روح العالي لنا أجلها يا يا روح يا نسيم الأرضها
قبلنا وضحنا وضحنا هاد وقفوا شو بدي وقفوا شو بدي ما شايفوا كامش الميكروفون لا عم بيتركوا لا بحلال ولا بحرام لك يا اخي صرفوا بأي طريقة شو بيصرفوا لا لكن الا للمخرج هذا طيب تاخذ لقطه على الاوركسترا وعلى مهلك بهدوء اسحبها طيب رح احاول اشوف على مهلك صح صح على مهلك بس حاول تسحب على مهلك زمانا وجبلنا وضنا ونحيي قامي جبلنا وحيي حمانا بالنوى هلي جبلنا بل عنا الدماء حيا جبلنا 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 وشرح لها روح يا نسيم الأرضها خلوني علم بحبها روح يا نسيم الأرضها سلمني علم بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي يا ظالم يا ظالم ولا والوال وال والوال ولاي 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 ولا يا ظالم تنحرم من شافتي وانحرم من شافتك من شافتك خطية واشرح لها روح العليل يا يا روح يا نسيم لا طول بلقا سلم لي علي طول بلقا روح يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبها أعزائي المشاهدين لهذا العطل الفني الطارئ أيها الإخوة إن برنامج نادي الهواة منكم وإليكم ونحن نقدم كل أسبوع مجموعة من المواهب بعضها يتعثر وبعضها يسير سيرا عاديا وبعضها يحقق نجاحا شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى يا هاي 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 واشرح لها عن حبابي
واشرح لها على حبابي روحي علي للأجلها روحي يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها روحي يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها روح يا ناسم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا ناسم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل كل البعد يعني أنا صابر أنا من غير ملل واشرح لها عن حلال واشرح لها عن حلالي روحي علي للأجلها واشرح لها على حالتي روحي علي لأجلها بالله يا سرب الحمام غرد لا تصحى من المنام بالله يا سرب الحمام غرد لا تصحى من المنام قلبه ثاني ليل لها والفها أطناه الغرام واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها هاجري امتى الوصال والبعد اضحالي خيال يا هاجري امتى الوصال والبعد اضحالي خيال لا تبتعد عن ناظري يا منيتي طال المطار واشرح لها على حالتي واشرح لها على حالتي روحي علي للأجلها
روح يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها روح يا نسيم الأرضها سلم لي على بحبها واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي روحي علي للألها